أول مرة ده يقرأ وصل يم اسمي، قال له بذن يبان خاتل ورا الأعمدة، عبالك ما ندري ما شفناك. زين بذن لا ورد اسمه خطية ولا شيء. زين استمر ورا حسين، استمر رايح يعني يجي فلت شنو هاني جابني بالنص. هاي احنا اخر شيء الزفه طلعونها. ايش قد كان عددكم؟ ما حد يعني وياي للامن العام يعني هاي الاسماء اللي وردت كل واحد لقيناه. انتم تقريبا 66 واحد. اي لا هم بالبدايه مو كلهم اللي جايين للمؤتمر كلهم كرفوهم القياده ومشوا. فمن رجعنا ذبونا بالهاي شو يسمونه من جماعتك بس انت طلعوك؟ أني أنت من البصرة، من البصرة وعمارة وناصرية وكوت؟ لا من أنا بس أنا طلعت الاسم من البصرة أنا والله يرحمه المقدم نافع الكبيسي. ما قاومتوا ما اعترفتوا؟ ما نعرف شنو الاتهام، شنو الاتهام يعني ورأسه نقوموا طبعا تشلبوا بينا جرة ورأسه بعد ثاني جماعتكم جماعتكم اللي وياكم ما قدروا يعترضون؟ أقول لك كلها حتى اللي طلعوا منهم يعني تتهم هذا شو اسمه رئيس ابو الاتحاد وغيره كلهم ماكو جواب لان راس الجرو التوطل بس كردي حشر وجرال كردي وتهب يعني.